صباح الخير، انا دكتور احمد منصور، اشتراك جراحه العظام. النهارده هنتكلم عن حاجه فيري كومن بنشوفها في عيادات البيدياتريك اورثوبيديك سيرجري، اللي هي تالفس كواني فيروس او كلوب فوت ديفورميتي. كلوب فوت ديفورميتي او تالفس كواني فيروس از وان اوف ذا موست كومن ديفورميتيز موجوده في الاطفال النيو بورن. خلاص، والموضوع بيبتدي ان يوترو. خلاص، وبيتولد الطفل ببوزيشن الفي بتاعته بيبقى فيها حاجه اسمها كيف. كيف يعني ايه؟ بيبقى فيها كيفس، بيبقى فيها ادكتس فور فوت، بيبقى فيها فيروس في الهيل، وبيبقى فيها اكواينس في التندو اكيلس. اوكي، الديفورميتي ديت بتبقى ممكن تيجي لوحدها خلاص، ودي الموست كومن فورم، او تبقى اسوشيتد مع حاجات تانية. خلاص، ولو هي اسوشيت مع حاجات تانية بس اسمها تالفس كواني فيروس، يبقى ليها اسامي تانية زي النيورو ماسكولار ديفورميتيز، زي مثلا عنده arthrogryposis، فمشكله في كل الجوينتس. لكن الديباتيك تالفس كواني فيروس ديت از ان انتيتي لوحدها ذات وي شود بي اوير اوف في كل اورثوبيديك بيدياتريك كلينكس. مش هنتكلم كتير على الباثولوجي عشان الموضوع كبير شويه، اللي بس هنتكلم على الحاجه المهمه اللي عايز اتكلم عليها، المانجمنت. المانجمنت بتاع التالفس كواني فيروس از فيري امبورتنت. من حوالي 30 40 سنه اور مور كان التريتمنت بتاعها موستلي سيرجيكال. خلاص، since the 1990s and after on ابتدى الموضوع يترند اكتر للبونسانتي ميثود اوف تريتمنت اوف تالفس كواني فيروس. دكتور بونسانتي developed his method of treating تالفس كواني فيروس by serial casting of the deformity and correction, gradual correction of each element of the deformity weekly. والكاستنج ده بيبتدي from as early as possible for the first week after birth. الاثنين احنا بنجبس كل اسبوع مره، وكل مره كل جبس بنكوركت حاجه من الديفورميتي. بنبتدي اول حاجه بالفور فوت، وبعد كده بنالاينت مع الميد فوت، وبعد كده بنالاينت مع الهايند فوت، وكل ده بيروتيت اراوند التيلس. ات ذا اند اوف ذا تريتمنت المفروض بنكوركت الموضوع ده في 4 لـ5 اسابيع في سمسيريال كاستنج. ات ذا اند اوف ذا تريتمنت بيبقى لنا حاجه واحده اللي هي الايكوينس، اللي هو سببه الشورت تندو اكيلس. commonly او most commonly ان احنا نعمل تنوتمي ولانكتنج للتندو اكيلس وكاستنج بيركوتينس تنوتمي وكاستنج للتندو اكيلس. خلاص، صعب قوي ان احنا نحاول تو لانكتن التندو اكيلس، لان في لانكتن التندو اكيلس باي ستريتشنج ات ممكن يحصل ميد فوت بريكج، فبالتالي يخش في ديفورميتي ثانيه اللي هي روكبوت ديفورميتي. فتو افويد ذس بروبلم وي شود جو فور تنوتمي اوف التندو اكيلس. فيري سمبل سيرجري، فيري سمبل بروسيجر، بتعمل في اوت بيشنت كلينك ممكن باللوكال انستاتيك، وبيتحط في كاست فور اباوت 3 ويكس. After that بنشيل الكاست وتحط في دينيس براون سبين. دينيس براون سبين دي بتقعد حوالي 3 to 6 months على حسب الحالة. في الأول بيلبسها 23 hours a day، وبعد كده بيوجي نايت سبين only لغاية ما يبتدي يمشي ويتحرك. ولازم you have to keep a very close follow up with the patients ديت. Note on the side إنه لما بيجيلك حالة تالفس كواني فيروس always look for other problems. من الحاجات الكومن موجود فيها يكون معاه dysphagia في الهيب أو DDH، فهي should ask for an ultrasound to both hips to diagnose لو في early، لو في مشكلة في الهيبس نعرف نعالجها بدري. غير كده شكرا لاستماعكم.